السلام عليكم يا متابعينا الاوفياء. هذا النهار الصراحه كاين واحد الخبر اللي غنقول لكم حصان راه كيحصل لهم على ربي. شوف تسولا والله شوف تسولا عرفتي المتابعين والله الا من الصباح حنا كنتسناو قسما بالله العظيم ملي مشيتو للطبيب واحد الخبر اللي هو في غايه الروعه. هذا النهار غادي نشاركوه معكم وجه الله الحسن وراه صاير غادي نشوفوا وجه الله وقلنا باينه شي خبر زوين. هذا الخبر الصراحه كان تينتظروا الوليد والويله وما يبدا كامل الفريق الصبر ولكن حصائيه غادي نقول لكم ويلي حصل غير شوف قسيونا بالله شوف ملي نتو الصباح الويله مسكينه كدعي وهذا وحق الله العظيم والله الا كنتسناوكم اختي حفصه بفارغ الصبر دابا بفرحونا متبعين والله الا مرانتو شوف كما كتشوفوا الصراحه مشينا لنا للطبيب وكما كتشوف اخا ياسين حنا مبروك علينا ب ان شاء الله ماما يا سي يا سي واحد الخبر اجي اجي ويلي 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 والوالدة واحد الخبر واعر سمعتيني يا ميدي واحد الخبر الوالدة ما نقول لكش منه اخبار الخير يا ولدي والله العظيم الله يا ولدي لا شنو بنظركم العظيم شنو بنظركم ما نعرف والله ولدي مازال ما ان شاء الله والله الا واحد الخبر زوين بالله ربي السلام خبر زوين حصة حملة حصة حملة مبروك عليكم مبروك عليكم مبروك والله العظيم الا مبروك مبروك عليكم اولدي مبروك مبروك عليكم الله يرضي عليك ربي يدخلوا علينا بالرزق ومن هنا ان شاء الله امين ويدخلوا علينا ربي بالرزق وطول العمر ان شاء الله غادي نديروا الزمامط ان شاء الله ضروري ما نخلي ما نديروا دابا الوالده غنديروا شي اسبوع هذا اربع اسبوع ان شاء الله شي اسبوع رائع ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي والمساكين ما بغاوش يقولوا لي غير بالدراهم ايوا ما بغاوش يقولوا لي خوتي دابا راه خدني شي حاجه الوالده الورقه خرجات صح ايوا والله مالك هو التاريخ 22 ايوا الحمد لله خبر شنو الاصغر ويدات الصبح هذا هي ديال العائله خلاص الحمد لله اي والله مالك ميسان دو فامي والله الوالدي لحمله بالله العظيم اي والله مالك الهز خمكه بنتي امين امين طب النساء طب النساء تتبع الحمل او هاني انا لا حصا اي والله مبروك على الارسال ديالنا رشيدة شديناك اختي من العجينه ديالك هذا الحسن ولا اب هو صافي واش درات كنحسن الابوه راه ضروري ضروري شي وليد ولا شي بنيه ولا ما شاء الله يا ربي بغينا نزيدو يعني بغيكم تقولوا لنا السميه شنو غنسميو بغينا نقص واحد القصه باش حنا مازال عندنا ما نقول لكم ان شاء الله يا ربي والله الحسن مزيان ولا خبر زوين المتسبين هذا والله خبر رائع
حاولي ست الصباح كلشي الله يرحم والديك. خبر رائع. لا لا حسام مبروك عليك. كنسال المتتبعين ديالنا اللي كانوا ديما كيسولوني واش حامله واش حامله وكانوا فرحانين حتى هما معايا. شكرا لكم المتتبعين بزاف والله يخطيكم والله يرزق كل محرومه ان شاء الله باش كنتمنى. امين يا ربي. والله يا اختي حسام مشيتو الصباح ملي مشيتو الصباح وماما مسكينه كدعي وكدعي معاكم ومتشوقين نسمعوا هذا الخبر هذا. يخطيكم عليا امي ما غتولي جداده بصح والله لا خبر زوين. والحمد لله الله يجعلها ذريه صالحه ان شاء الله يا ربي. امين امين والله الا هذا الخبر هذا الله يسهل على الجميع. امين الله يفرح بنياتي كاع اللي ما تاتولش الله يجعل بيت الاقتراحه. امين الويدا الله يعفو على الجميع. امين الويدا الله يجعل الاقتراحه ويعمل ربي يفرحها بهاد العوام. امين امين ربي امين ان شاء الله يا رب. حصيلات لفتينا على الفطور تكاملها كاع كان فيها الجوع والعطش ما بقاش فيا. حصيلات يديها من العزينه كاع من رشيده رشيده راجلي بغات تحنا السميه تاع هي من دابا. والله فيا الحسين اخويا باينة له الفرحه من عيني. باينة الحسين فرحان. الصراحه واحد الاحساس اللي هو زبون الصراحه باش كتسمع على ان عندك شي حاجه بحال هكايا. والحمد لله الحمد لله اللي حالات الشيء اللي غادي نقول دابا الحسين خصنا ان شاء الله نوجدوا الطقوس ديالنا وفي الاسبوع اللي تيبقى عاوتاني طايح اكثر من نايض. اختي رشيده قطعت الحسن غنديرو كيما العرس غنجيبو 19 وحنايا ضروري الله سيدي شال لحظه والله تندير لك واحد الاسبوع مالك داك الشيء يكون واعر طوب. الله يخطيكم عليا غير هاد الفرحه راه قداني والله الا العظيم داك الشيء باش رشيده والوليده تنلقاو ديك القضيه ديال ان الناس اللي ما عندهمش الاولاد سبحان الله نجيبو عندهم واحد الاحساس اللي هو قاصح. ايوا شنو ملي كتسمعي عندك واحد الوليد ولا واحد بنيه كتفرح ما بالك الانسان اللي ما عندوش الوالده الاولاد. ايوا الولاد وليداتي هما الوتاد ديال المراه. الله يرزقك امين اولادي امين ديما تندعى معاهم. كل مرا بلا ولاد كيبخي ما بلا ولاد. الصحه لله الحمد لله على كل حال. والله غير الزهر غادي ندير واحد الحسن يلاه احمد حسن الله يسميه الحسن. سول انس شنو نسميه انس لكن وليد شنو نسميه؟ نسميه هيدا. نسميها لينا. لينا ما شاء الله. ايوا شنو كيدوس الطبيب كيدوس لك شي مزيان بعدا. الحمد لله ولا كلشي بخير. الشيء اللي كانت كاين هذه الفرحه هذه كاع ما عقلتش كيفاش دخلت عند الطبيبه وكيفاش خرجت. الحمد لله على كل حال. المهم الوالده خاويه الدنيا خاويه امي. ايوا الحمد لله المعارف. الحاجه اللي غادي نقول لكم هي ملي مشينا الصباح للطبيبه الصراحه هي كان واحد الخبر اللي هو زوين الصفيه مالك دوك الصلاه مزيان. شنو غير باش يكون داكشي انت هو وكيل التواب وكيل 100%. ما تقولي لناش التواب ان شاء الله. انتما دابا نقول واحد الخبر اللي في غايه الروعه الصراحه وان شاء الله الى التوام. ان شاء الله الى التوام الوليده صغيره ان شاء الله الى التوام. قلبي مثال بنتي راه دالي. انا غادي نروح صراحه صبرت عاودكم هذا الشيء اللي كاين هنايا ولكن انا منعتها في الاخر اللي قدام هذا الشيء بطريقتي انا هي غير ملامه. لا كانوا توام الله يرحمها. ما كانوش توام. الحاجه اللي غادي نقول لكم الصراحه ملي دخلت حفصه الصباح للطبيب دخلات يعني تهطات مع الطبيبه ما عرفين بقات تقلب هنا وبدات الصراحه بزاف د الحوايج ما قدرتش نقول لها مسكينه لك كادو من الحوايج هكا في الخدمه يعني كادو. الحمد لله على المعامله. وملي خرجت حفصه يعني خرجت سبحان الله العظيم كضحك قالت لي راك شوف راه عندك هنايا الاولاد وراه عندك التوام وكيفاش كيفاش. الحمد لله حاجه ملي شديت هي صدقت غير كضحك معايا ضحكات معايا في ديك اللحظه وصافي. ماشي بحال اللي تنضحك معاهم دابا. قلت لها ردي لها راه كاين والله تنضحك معاها. قلت لها كيفاش انت باش تضحكي عليا؟ طلع لي الدم. قلت لها كيما ضحكتي عليا والله تنضحكي انا مع موي الدار. وسمح لي راه ما كاين والله. لا عجبت شداش شداش حصه حصه ها هي الوالده عجبتي فاطمه ياك حصه ياك والله الا حشومه عليكم بالله العظيم. ناري 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 زاد رشيدات والله الا حشومه عليهم. هو شدوه شدوه والله ما يدير الوالده الوالده الوالده.
شديه شديه والله ما دير عشومة عليه. ما شاء الله واش كتكتبوا علينا؟ الله يرحم لك شي تصوير كاع. الله صايم من الصباح الله يعاوننا ويعاوننا. علاش كتبوا علينا بصح؟ والله عشومة عليهم قسما بالله واحد الحلقة ما خابين. والله عشومة عليكم بالله قسما بالله. صراحه والله الا مشينا للطبيب على اساس هذا الشيء ان شاء الله. صراحه كنا شاكين ومشينا باش نتاكدوا، ولكن يعني ملي خرجت صراحه شفنا هذه الفكره باش ندير والله الوالده بلا كاميرا بلا والو. الصراحه يعني كانت عندي واحد رده الفعل والله. صراحه ندمت حيت ضحكت معاها، كان فرحان واحد الفرحه باينه والله الا ندمت. دابا انت كدبتي على حسن على الطبيبه وملي قلت له هكا قال لي شتي والله كما درتيها بيا والله حتى نديرها بمالي نطار. والله حشومة عليكم بالله العظيم. فرحنا عليك. ما عاطي راشي لقى على الدم كاع مشات ياك بعدا عليا. والله الحمد لله ربي نكون متتبعين حقا اليوم معنا في الدريه. صحه تقضي باش يدوى الوالده خاصها تتبعوا ضروري ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. الله يعني كنا حنا تنقولوا راه ان شاء الله شي حاجه، ولكن مازال ما جابش الله. اليوم معنا المتتبعين ان شاء الله يعني تنحلموا تكون الناس حنا الدريه ان شاء الله ولدي ان شاء الله. مقررين يعني باش نديروا الوليدات ان شاء الله، ولكن يعني مشات وكاين شي حوايج يعني خاصها تتبعهم الدواء ديالها وتتبع المسائل ديالها ان شاء الله. ملي قالت لي الوالده سمعني يعني غادي التوقع ديالي راه حامله حفصه، ولكن ملي خرجت هي وضحكات معايا قلتي صافي راه بصح هي راه غادي فرحت مرة غادي مشكل ماشي تكون غادي تحنا الله لا دوز السلامة على بالي كيفاش هكا هادشي هذا والله ودي على رقبتي ودابا ما بقات غدر حيوا عليا. لا السلام عليكم اصاحبي حتى تقطع يا قصه يا يا اخي ما هادي داير الناس عشان رشيدة جيت تشوف رشيدة لا ولا رشيدة كتبر الغدا في العجينة المتتبعين. المتتبعين خليت عجينتي بردة اختي اختي لا 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 ولكن ان شاء الله اجي معايا قريب نفرحكم ان شاء الله ديال بصح ان شاء الله. اجي وتسمعوا اجي وتسمعوا. يا مالك ماما انت ما بغيتيش تزيدي لنا تاتا حفصه غتزيد لي اختي فرحتها هي اختها اللي قال لك راه والله الا عتيدي على بعدا والله ما نعاود نتيقهم بالله العظيم. قال عيطي قال لي شد الكاميرا والله مي دابا واخا هذا ما نتيقهم حتى هي انا والله الوالده ما نتيقهم. اه هو داك عطر تقطع فيها هو داك اه دابا مسكينه سيما كتقول لي يا ربي تكون شي حاجه والله حتى ربي معاك ونقلبك شهات واحد دابا اللي خايبه وانا مفرحونا وقلت له انا صفا انا خايبه قلت له زوينه. القرار اللي قررت هو انني غادي نبيكم انتوما بالمتتبعين المقرب هو اللي جيت مقرر غادي نبيكم حتى هو نقول لهم دابا هو كنت نتوجد الكاميرا عندنا شي خبر زوين راه جينا نطويو غادي نعاود لكم شنو كاين. اللحظه اللي جاي في الطريق كنت هو نقول لهم في الافتتاح ودي هذا غنقلب الموالي للدار راه ما كاين والو بغينا نضحكوا معاهم على اساس اننا حصى حمله. واحد الهضره ملي بقيت نزيد ندور في راسي قلت علاش ما نديرش المقلب بالمتتبعين. ولكن دابا الحاجه اللي غنطلبوا منهم ادعيوا معنا ان شاء الله لان حصار تعطيكم بضع كلمات صراحه جايه مقتره وانا بقيت نصبر فيها حتى ما يبقاش فيك الحال وكلشي ديال الله سبحانه وتعالى. مازال صغيره ومازال ان شاء الله يعني فكرت هذيك التجربه اللي سالت على تيتيش بغيت ندعيو مع المتتبعين بغيتهم حصار تهضر معاهم في المتتبعين قبل ما يزيد التعامل. يعني كنا شاكين 200% يعني كنا غاديين بديك الفرحه باش نتاكدوا باش نخرجوا بشي خبر زوين، ولكن الحمد لله كما قالت امي حنا باقيين صالحين باقي الحياه قدامنا. ودعوا معايا المتبعين صراحه عندي بضع مشاكل ان شاء الله غيتحلوا دغيا ونبقى وقتاتهم ان شاء الله ديال الدواء غنتبعوا وكل خير ان شاء الله غيكون. ودعوا معايا ان شاء الله يا ربي والله يرزق كل المحرومات امين صراحه. والله الوليدات كما قالت لالا والله الا نعمه باش كتسمع على ديك الفرحه عرفتي قبل ما نعرف والله الا كانت عندي واحد الفرحه كنت شاكه والله الا واحد الفرحه كتكون شكال والله الا يرزق كل واحد دائما الوالده ان شاء الله ربي يرزقها بالذريه الصالحه ان شاء الله. الله يسهل عليك بنتي والله يجيبكم ما تتمناو ان شاء الله. الله يجعل خويا مسكينه جميع يا ربي شفت واحد الجبن داتو خالتي فاطمه تحيه كبيره والله من عيط لختي فاطمه قالت لي ما بقاش والله بقات فيا ما قالتش غير كون لقيت ما عرفت شنو ندير نجدو ليها والله الا كدير لختي فاطمه هذاك الجبن غزال والله الا. يا واش ولد رشيده مسكينه هذه العجينه هذه خرجتيها فيا ما تقراتش راه انتم ونسات واش دارت الملحه واش ما دارت نسات واش دارت الخبيه واش ما دارتهاش دابا هذه العجينه احسن منك ليها والله العظيم يكسر انس وما لك مساكي عرفتي الفرحه في عينيهم واحد والله راك عندك ورقه كتاكد اجي ما بالك
والله يكذبوا علينا ملك ما كاين والو والله العظيم. ديما كتقولها لي كتقول لي ماما ما بغيتيش تزيدي لي اختي دابا صافي تزيد لي اختي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يقول لي الواحد يدعي وصافي هذا داكشي اللي كاين يا ربي امين 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 يا ربي يا ربي. ودابا خلينا نفطروا السي الحسن نقولوا مع السلامه تصيبنا اختي رشيده ان شاء الله سمحوا لينا هذا المقلب بزاف بزاف وقفاني نتمنى يعني احنا اللي خصنا نسمحوك اخي الحسن المتتبعين مسامحين لك المتتبعين احنا خويا اللي يلاه دابا غادي نبداو والو انا ما انا انا فاش بقيت نقول كاين عندكم واحد الخبر الثاني انا قلت واقيلا جوج وقلت صغير وراي صدقت واحد وانا حتى واحد ودابا ربي ان شاء الله ماما رويده مع السلامه يعطيكم الرضا ودعي معنا يسهل عليكم هادشي اللي غنطلب لكم يعني هادشي اللي غنطلب لكم الدعاء وصافي ايوا مي الله يجعل ربي يفرحكم الاحساس ديال ان الانسان ما عندوش الوليدة راه يعني شي حاجه اللي صعيبه ولكن اللهم لك الحمد كما قالت حسن الحمد لله حاجه اللي جات الله سبحانه وتعالى وماشي دياوي معنا بغينا لكم دياو مع كاع الناس اللي ما عندوش الوليدات قسما بالله تنحسوا بهم تنقولوا حقا الانسان ما عندوش الولاده الحلاوه ديال الدنيا هي وديه هي الوليدات تلعب وحدك وهذا وتقرا يعني ديال الحلاوه رغم متاعب يعني والقساوه ديال الحياه الانسان تيضرب تماله وكذا اذا ما كانش يعني ذاك الوليد اللي غادي تشوفه مع العشيه وتعاود تقرا وهذا داكشي اللي كاين خاصها كيما قلت لكم حصه يعني الطريق كامله مزيره ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد كلشي ديال الله سبحانه وتعالى ما كاينش امل وفرايات انا سامر الحمد لله دابا ان شاء الله وحاجه نقول لكم سمحوا لنا بالله الله يرضي عليكم يلاه السلام عليكم